بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اليوم المحاضرة راح نرسم هذا الشكل الهندسي، أيضا دوائر ومماسات، بس راح نستخدم به أوامر جديدة. نبدأ. أول مرة قلنا خط المركز، عندنا خط عمودي مقداره 190، نعم، وخط أفقي بالأسفل 54. أوكي، الآن نبدأ برسم مجموعة الدوائر. عندنا فوق أبعاد الدوائر، نبدأ من الصغير إلى الكبير. أول دائرة 12، ثاني دائرة 28، نعم. بعد عندي سنتر آخر، مجموعة الدوائر الوسطية تبتعد 100 مليمتر عن هذه النقطة، راح أمشي آني على هذا الخط أطبع 100 حتى أحصل على السنتر. أوكي، حصلت على السنتر، أبدي أرسم مجموعة الدوائر من أصغر دائرة إلى الأكبر. أول دائرة 20، بعد دائرة اللي وراها 36، واللي وراها 52، وآخر دائرة 64. اوكي، هنشوف الدوائر بالاسفل ايش قد انصاف اقطارها. عندي دائرتين 8 و18، هاي الدائرة الاولى وهاي الثانية. اوكي، بعد شنو عندنا؟ عندنا نسوي المماسات، هاي الجانبية ما بين الدائرة الكبيرة والدائرة الفوق، نروح على لاين و نقول شيفت وكليك يمنى، واروح على تانجنت. هنا عندي هاي النقطة راح التقطها واكرر تانجنت، نعم. اوكي، هسه هاي النقطة هي الصحيحة، ماشي. بعد شنو عندي؟ عندي هذا القوس راح ارسمه، اكو قوس داخلي نصف دائرة. قبل لا ارسمه لازم احدد السنتر لاين واروح على لاين، وهذا السنتر يبدا منا من المركز ويميل بزاويه، هنا معطيني اياها 45، بما انه اسفل خط الافق فراح تكون سالب 45. اوكي، اذا ايش راح اسوي بهذه الحاله؟ شلون ارسم هذا المستقيم المائل؟ اقول ات، الات هو شيفت ورقم 2 سوى ات، انطي طول ليكن 70، لان انا راح اخذ أكبر من نصف قطر أكبر دائرة. 70 زاوية شيفت وحرف واو باللغة العربية، وأكتب سالب 45. نعم، هذا هو. هسه نروح راح نرسم قوس، وأروح على هذا القوس آرك. أوكي، وين أنطيني؟ يقول أنطيني ستارت بوينت، نقطة بداية. فنقطة بداية القوس أنا راح أخذها هاي، هنا هاي نقطة البداية. ويقول لي هنا احتمالين، السكند بوينت النقطة الثانية، اما سنتر او اند، انا راح اخذ اند فاطبع اي انتر اروح عليها. وين هاي؟ هنا هاي نقطة الاند، وهنا راح يقول لي انطيني السنتر، هذا هو السنتر منتصف المسافة. اوكي، رسمنا هذا القوس. ايش راح نسوي؟ انا راح اسوي ميرر على مود اكرر هذا، اسوي انعكاس على محور الطول، اكرر حتى يكرر لي القوس والمماس. نروح على ميرر واشر، انا ايش اريد ارسم؟ اكرر القوس المماس هذا وهذا القوس. اوكي، انتر، يتحول الشكل الى متقطع، اقول له انتر. بعد شي يريد المحور الطولي، المحور الطولي انا هذا السنتر، هو من اول نقطة الى اخر نقطة، شوفوا بدا الشكل يطلع، ننقر. وهنا يقول لي هل نمسح الجزء الاصلي؟ طبعا اقول له لا، نو، وهي موجودة نو، بس اقول انتر. اوكي، بس تكرر هذا الشكل. انا راح امسح الاجزاء الزايدة، فنستخدم ترم، ودائما ترم انتر، نمسح الاجزاء الزايدة. هذا عندي نمسحه، وهذا بوع الشكل،
بعد. اوكي، وعندي هنا ايضا زوائد، بعد هاي الدائرة الوسطية ما راح امسحها لان هي بالحقيقة سنتر لاين، امسحها. جاي الان اصبح الشكل جاهز. بعد شنو عندي؟ عندي بالاسفل اكو ايضا مماس مستقيم وقوس. نعم، نروح على لاين ونكرر تانجنت، اوكي، واصعد الى الاعلى وتانجنت. هذه النقطة اللي انا اريدها. بعد شنو عندي؟ عندي قوس يمس او مشترك ما بين هاي الدائرة وهاي الدائرة. بنروح سيركل، هذا الامر احنا طرقنا له بالمحاضرة السابقة، واروح اضغط على اخر اختيار واخذ نقطة تماس ونقطة تماس. اعيد الامر، نعم نقطة تماس هنا عندي وهاي نقطة تماس. هسه اكتب نص القطر، ايش قد عندي نص القطر؟ 28. اوكي، نمسح الاجزاء الزائدة، ترم، انتر، وهذه هي الاجزاء الزائدة. نعم، هذا سوي له اما بالقرص او ديليت. نعم، الان تقريبا اكتمل الرسم عندي. شنو راح نسوي؟ راح نستخدم خاصية تغيير خطوط السنتر لاين. اوكي، شوف احنا هنا عندي موجود عندي السنتر، اما استخدم هذا واغير لونه، دائما السنتر لاين يكون احمر او بكيفكم اي لون اخر. بعد شنو عندي؟ عندي نملأ المساحات، هذا بالحقيقة هو مقطع ميكانيكي، فراح أملي أني هاي المساحة بخطوط التهشير. وين أروح؟ على هذا المربع، هذا من أوامر الرسم هاتشينج. نعم، يطلع هذا المربع. أروح أول شيء هنا أختار النمط، هنا انفتح أنواع الأنماط عندي، أروح أني على هذا النمط قوس خطوط مائلة بزاوية 45، أقول له أوكي. اختار لون لنفرض اصفر، وهنا اروح هذا علامة الزائد add pick point، يعني التقط نقطة من الشكل يرجعني على الشكل. انا راح التقط النقطة، نعم، راح انطي انتر، واذا اكو مناطق بعدها ما متلونة جيد. هسه بعد عندي راح اعيد الامر حتى اروح على المناطق الاخرى اللي بعد يرادلها هذا، وأترك الدوائر الوسطية. نعم، هسه تمام. بعد عندنا نمط ثاني، نمط هو التدرج اللوني، أروح على نفس هذا المربع أسفل من عنده بالضبط، وأختار بما أنه دائرة أختار مركزي، وراح أبقي نفس اللون وبيك بوينت أيضا. أروح على المنطقة اللي أنا أريد أن أظللها، نقرأ وإنتر مرتين. هذا هو طلاب، بعد بس الأبعاد، وإحنا إن شاء الله على مود لطول الفيديو نسوي لكم الأبعاد، أو الأبعاد واضحة تكون موجودة بالملف PDF. وبس أدي هذا، راح نغيره، نغير خواصه، نسوي سنتر لاين ونعطي اللون الأحمر. بعد أضيف أني بعد خطوط سنتر لاين، ممكن لهذه الدوائر. ممكن أني هذا الخط أيضا أمده. يعني إذا عندي خط أريد أزيد طوله، أظلله من هاي النقطة الزرقاء، أسحب شوي خارج الشكل. أوكي، بعد شنو عندي؟ هذا الخط مع هذا الخط،
أغير خواصه. الآن أصبح عندنا الشكل مكتمل، وشكراً.